السلام عليكم، نتمنى كل شيء يكون بخير، تكون حوالكم طيبة. معكم يوسف النيوة من برنامج بصوتي لبودكاست. هاد الحلقات اللي سمعتوا كانوا فقط تجارب وحويجات اللي بغيت نتشاركها معكم، سواء حويجات عشتها سواء حويجات لقيتها عند الناس خبروني بها ناس اخرين، بغيت نشاركها معكم ونبارطاجيها معكم. وهادشي كامل كان بعفويه وما كان ارتجال، ما كانش واحد توجد قبل بواحد بريباراسيون، كنت كنقابل الميكروفون وكنسجل وكنبدا. من بعد ناس عجبهم برنامج، ناس حاولوا بالميساجات ديالهم بالرسائل ديالهم انني نقاد المحتوى ديال الحلقات، فقررت انني نحبس من الحلقه واحد حتى الحلقه 9 ونحاول نبدا باحترافيه اكثر، نحاول كما كيقولوا نطلع النيفو شويه، نهز البارا، نطلع بزاف ديال الحويجات زوينين. وهادشي كامل خلاني اليوم انني نبدا في برنامج بصوتي للبودكاست بالصيغه السمعيه البصريه. غادي نناقشوا مشاكل مع بعضياتنا، غادي نناقشوا الرسائل اللي كتصيفطوا لي، غادي نناقشوا الحويجات اللي كتضركم، حويجات اللي كتضرني انت انا شخصيا، غادي نخدموا عليها، غادي نطريطيوها في حلقات، بعض منها قصير وبعض منها طويل. ان شاء الله ناويين مستقبلا غيكونوا ضيوف، غادي يشاركوني محاور الحلقات، غادي يشاركوني مواضيع الحلقات، ناس عندها تخصصات سواء فاعلين سياسيين، فاعلين جمعويين، ناس عندها علاقة بالتنمية الذاتية، عندها علاقة بالتحفيز، عندها علاقة بعلم النفس إن شاء الله مستقبلا. الناس اللي كنشوف فيها أنا قادة تناقش معي الموضوع من الحيتيات ديالو، برنامج اللي غيكون زوين، برنامج اللي فيه بزاف ديال المحاور، برنامج اللي خدمنا عليه واحد مدة طويلة. بزاف الناس كانوا كيشوفوا الاعلانات وكيشوفوا لي برومو على طول واحد المده، بصوتي بصوتي بصوتي، فوالا كيفاش هاد بصوتي فوقاش غادي تخرج. فوالا اليوم شرحنا بصوتي شنو هي، شرحنا الصيغه الجايه اللي غادي تكون ان شاء الله. فنتمنى بما لقيتوني ان شاء الله مستقبلا في حلقات جايه تكونوا بخير وصحه جيده، وعواش لكم مبروكه بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. مع حبي يوسف النيوة، تشاو.